17 جراح فوريش من الولايات المتحده الامريكيه جايين يعملوا جراحات دقيقه جدا في مجال التعليم المحتوى العلمي للقصر العيني على اعلى مستوى. احنا شغالين على كل الجبهات من اجل ان جامعه القاهره تنهض نهضه حقيقيه في مشروعات حقيقيه على ارض الواقع. وما نفعله في المستشفيات وفي الفرع الدولي وفي الاسكان وفي البحث العلمي بنعمله ايضا في تطوير العقل وفي الخطاب وفي تاسيس خطاب دين جديد. وعلى فكره الكونسبت بتاع التجديد واحد في كله. اعاده بناء هيكله.